ننتقل الآن إلى كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري تحديدا من محافظة الإسكندرية ليطلعنا على آخر التطورات الخاصة بالعاصفة دانيال والاستعدادات القصوى لمواجهتها. إليك كريم. في البداية بالطبع تعازينا لأهالي الضحايا والأشقاء في البلد الشقيقة ليبيا والمغرب بسبب الزلزال، وأيضا هذه العاصفة دانيال التي أودت بحياة الكثيرين من الأشقاء الليبيين. توابع هذه العاصفة وصلت بالفعل لمصر، خصوصا أنها جاءت من البحر الأبيض المتوسط. نحن الآن في محافظة الإسكندرية، ولكن منذ أمس كما شاهدنا هناك بعض يعني رياح مرتفعة السرعة وعالية السرعة ضربت محافظة الإسكندرية، ولكن برغم سرعة هذه الرياح إلا أن أمواج البحر لم ترتفع وكانت حالة مستقرة تماما. كان هناك بعض الأمطار الخفيفة التي ربما جاءت على محافظة الإسكندرية، وتحديدا في الطريق الصحراوي المؤدي من محافظة الجيزة لمحافظة الإسكندرية كانت هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة مع سرعات عالية في الرياح تباطأت على مدار اليوم منذ صباح اليوم حتى الآن ليلا. هناك رياح خفيفة تماما ربما قريبة للأجواء الشتوية الخفيفة التي تأتي في طبيعة الحال في موسم الشتاء في مصر بشكل عام. منذ أيضا على مدار اليوم شاهدنا سيولة مرورية عالية جدا في شوارع الإسكندرية، وأيضا يعني محافظة الإسكندرية وجهت باستعدادات كبيرة إما للصحة وأيضا للإسعاف وأيضا لشركات المياه والصرف الصحي للتعامل المباشر مع أي طارئ من الممكن أن يحدث بسبب هذه العاصفة التي من الممكن أن تأتي توابعها إلى محافظة الإسكندرية. أيضا وجهت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدد من التنبيهات على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، من أهمها بالطبع الالتزام بالسرعات القانونية للطرق وعدم أيضا زيادة السرعة لراكبي السيارات عن 60 كيلومتر في الساعة. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى أيضا عدم صف السيارات في الأماكن القريبة من المباني المتهالكة أو حتى قريبة من الأشجار تفاديا لأي حادث لا قدر الله من الممكن أن يحدث. أيضا هناك بعض أرقام الطوارئ التي وضعتها محافظة الإسكندرية على الصفحة الرسمية، وهي 125 و175 للطوارئ للتعامل مع شركات المياه نظرا لانقطاع المياه أو حتى لطوارئ الصرف الصحي. بالإضافة لذلك أيضا تعاملت محافظة الإسكندرية عن طريق استعدادات كبيرة منذ عدة أشهر. من هذه الاستعدادات بالطبع مصارف المياه المختلفة التي تم إنشاؤها لتصل من مرتفعات محافظة الإسكندرية لتصل للبحر. كانت هذه بعض الاستعدادات التي قامت بها محافظة الإسكندرية خلال الأشهر الماضية استعدادا لموسم الشتاء. أيضا ربما على مدار الكورنيش أو على مدار كورنيش الإسكندرية منذ بدايته حتى نهايته أيضا يعني نزل المواطنين للشوارع، ربما الأجواء ليست صعبة بل بالعكس الغيوم التي كانت موجودة في صباح اليوم وظهر اليوم اختفت تماما من محافظة الإسكندرية حتى أن سرعة الرياح قلت تماما ومياه البحار أيضا قلت تماما. لذلك الأجواء مستقرة تماما هنا في محافظة الإسكندرية سواء كانت الخاصة بالتوابع الإعصار من سرعة الرياح أو حتى من البحار أو حتى من السيولة المرية، والوضع الآن مستقر تماما والأجواء مستقرة تماما هنا من محافظة الإسكندرية.